السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويزين ويزا. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم ندير لكم دي تارت بالبانان. فوالا، تارت على بانان. عندي هنا المقادير، عندي هنا 350 غرام تاع الفرينة كنت مغربلتها، وعندي هنا 50 غرام تاع بودرة اللوز بالقشور، بقشورو اللوز بقشورو ترحيه اون بودر. عندي هنايا 150 غرام تاع لا مارغارين تكون طريه. عندي حبيبه تاع البيض، عندي قريصه تاع الملح وشويه تاع الحليب باش نلم به العجينه، والسكر سي فاكولتاتيف، انا ما نديرش السكر، واللي يحب يدير سكر يدير سكر، يدير مغرفه ولا زوج مغارف سكر كلاص. فوالا، نروح لطريقه التحضير. هلا نخلط هاد المواد، ندير شوية قريصة تاع الملح، ندير لا مارغارين اللي قلت لكم هاي طرية، لازم تكون طرية، مية وخمسين غرام 150 غرام دو مارغارين رامولي، نخلط هذه العجينه. واللي ما يحبش يدير اللوز ما ديروش اللوز، دير الحبيبه تاع البيض، نسيت ما درتش لافاني. ديروا شويه تاع لافاني مغرفه، ندير شوية تاع الماء باش نلم العجينة شوية، نشوف مغرفة هكا قيس زوج مغارف نشوف يعني. زوج حتى لثلاث مغارف، ما لازمش تعجنوا العجينه كما نقول لكم دائما في لي بات بريزي وكاع هكذا سي بون، نموها برك لا بات كي فيها اللوز، هذاك اللوز المرحي عطالها هاد لا كولور، سي اون بيل كولور. نديرها دون ان فيلم بلاستيك، فوالا. ونخليها ترتاح في الفريجيدار باش سقموها باش ما تغبنكمش، تفتحوها فتحوها هكذا شويه نديرها في الفريجيدار ترتاح، نعاود نولي ليكم باش نكملكم الوصفة. بعد اللي ارتاحت العجينة دوك نفتحها، انا نحب نفتحها هكذايا في النيلو، أه
في المقادير سمحوا لي قلت لكم درت الماء لاباط، انا درت لها الحليب، قلت لكم درت لها الماء صح، انا درت لها الحليب يعني شفتوني صح هكذا رمضان. راح نديرهم في هادو ليمون، في هادو ما في ليمون لا تارتلات هادو فوالا. جبت انا بورت بياس باش نفتحها باش نقطعهم على حساب هاد ليمول. هكذايا مليحه نورمالمون، شوفها ها هي طلعوا الحواف مليح شويه باسكو كي يطيبوا يحطوا الوغ لازم ما يكونوا شويه استاذ دو بريفيرونس تخلوهم شويه عاليين فوالا. زين نفتحها هكذا شويه باش ما تخشانش، كل واحد كيفاش يحب. نسيب باش ما نخليش بزاف لي شوت فوالا هكذا. خشينا شويه من هنا شويه هادو بلا ما تغسلوهم بلا يعني لا ماتيا غادي مليحه. هذا زمان وعندي وهما عندي جامي نغسلهم ولا جامي تخسروا. طلعوا هكذا تفتحوا سبقوا بالوسط باش ما يدخلش لاغ، ومن بعد ولوا للحواف هكذا طلعوا الحواف. هذه نطويها هكذا بلا عقل، ما لازمش تعجنوها طبوها برك هكذا هكذا برك باش ما تيبسلكمش. وزيدوا فتحوها باش نخليها هكذا بعد نفتحها. ناخذ الموس ونقطعها هكذايا فوالا. ها هي ندير واحدة أخرى
ندير لها هكذا بالموس. نحيد هذاك المكسي ونخليها هكذا، نطلعها هكذا شويه فوالا، باش هكذا ما تهبطش لاباط. كي تهبط لاباط تكون سوا سوا. نخليهم نشكهم هكذايا بالفرشيطه، ميم لي بورتو هادو هاد الجناب كاين لي يدير لهم ديري ان بابي كويسون تزيدي له دوك لي لوبيا وقاعتين تقل، يعني يقولوا له تقل، تقبوها قاع هكذا وخلوهم يرتاحوا باش سمحوا لي ندير لاكخيم. دوك نوجد لاكخيم اللي نديرها فوق يعني فوق لي تارتولا تاعنا. عندي هنايا 3 حبات بيض، عندي 95 غرام تاع السكر، وانا درت هاد لو سكر او درت منو 100 غرام، قيس كاس غير ربع فوالا. نتوما ديروا لحبيتو داك البيض، انا حبيت نديرو بهذا، سينو ديروه بهذاك البيض. اون بانسي دو سيل توجور، دير لافاني، لازم نغرب لها توجور، نزيد شويه نخلط البيض وهذا السكر والافاني. نزيد 10 سنتيلتر تاع الماء تاع الحليب، سمحوا لي 10 سنتيلتر تاع الحليب. نوزنو ونشوف بهذا الكاس فوق النص، فوق النص 3 تيار. يعني تلت تاع الكاس. دوك نفرغ الحليب، ناخذ لي فون دو تارت تاعنا، ندير لهم هاد شوكولا شوكولا طالع فلو سور لو فون تاع، ندير لهم قاع شويه تاع شوكولا طالع مغرفه هكذا صغيره. نفتحها كاع هنايا هكذايا فوق لهاد لو فون، بعد اللي درت لهم كاع الشوكولا طالع لهاد لي فون دو تارت، دوك ندير الوسخ البانان، نحط البانان فوق هاد فوق هاد الشوكولا فوق هاد لي فون دو تارت.
بعد اللي عمرت هاد لي تارتولات تاعي كاعيتين بالبنان، دوك نبدا ندير لهم لاكريم هذه، نخلط عاد شويه. نعمر من غير فا ولا هكذايا، تقدروا ديروا ما في هذا وكواسي ولا حبيتوا يعني تغاولوا هكذا. وكنت القارص كنت درت له العصره تاع سمحوا لي البنان، بنان درت له القارص باش ما يكحلش، عصره تاع قارص باش ما يكحلش. نتوما لا حبيتوا هاد التحليه يعني هاد لاطارت تقدروا ديروا هاد لي تارتولات، اوليو ديروا دي تارتولات تقدروا ديروا امول دون زي امول شي حتى لازم هكذا. عمروهم حتى تخلص كاع هاد لاكريم، طلعت لي كميه كبيره كوميم، هادي ما فيها والو، ما درتلهاش كاين اللي ما يحبش شوكولاته الطلاء. نكمل كاع حتى وين نكمل نحط لكم هاد لاكريم. وانا الفرن راني شعلاتو على درجة حرارة 180 درجة، نديرهم يطيبو هكذا 30 دقيقة صديبهم كل وحدة والفرن تاعها حتى وين يطيبو. فوالا اهم لي تارتولات تاعنا تاع البنان كيفاش خرجوا لي غير كيما خرجتو مادو سخونين، كيفاش يطيبو يطيبو يتنفخو ما شاء الله يخرجوا شابين. فوالا اللي حبيت تحمرهم من الفوق تشعلو من الفوق حتى يحمروا، سينو كي يطيبو يخرجوا يعني حموره يعني منفخين. فوالا ان شاء الله يا ربي، ومن بعد ومن بعد نعاود نولي لكم ونوريهم لكم في طبق التقديم.